مونيا صفتت لي رسالة فيها كتقول أنا متأكدة بلي أنه البنات غادي يستافدوا بزاف بزاف من حكايتي، خصوصا اللي فكرت أنها تدير بحال الغلط ديالي اللي درت، واللي أنا اليوم تنخلص في النتيجة ديالو وغالية بزاف. شنو تقدر تكون دات مونيا في نظركم من غير ما هو مكتوب في العنوان؟ بطبيعة الحال بقاو معايا باش تستافدوا من حكاية جديدة بعبرة جديدة. سلام سلام ومرحبا بكم في حكاية جديدة على قناة مؤنسة ديالكم أينما كنتم. سلامي لي يا سادة الكرام، هذا الفيديو في المفروض أنه تحط البارح، وباش تأكدوا أنني كنت عند الوعد ديالي صورت ودرت ليه المونتاج وحطيته على القناة. نخلي لكم شي تصويرة هنا، لكن آخر دقيقة تواصلت معايا صاحبة الحكاية مونيا وطلبت مني أننا نزيدوا تفاصيل أكثر ونحتفظوا على بعض السرية في أمور واحدة أخرى. تعصبت ولكن فيها خير، وأنا متأكدة أنه الفيديو ديال اليوم غيطلع حسن تاع البارح. وعلى سعدي وعدي بطبيعة الحال نوض كنصورو هاد الصباح من جديد ووجدتو باش تشوفوه دابا. غير هو عافاكم فعلوا لي داك جرس القناة لتحت باش توصلوا لأي جديد، انا بعض المرات كتجيني واحد الحماس اللي هو خطير وكنبدا كنحط حلقات اللي هما متتاليين نهار تابع نهار. ايوا من غير هذا اش غادي نقول لكم؟ تبارك الله والصلاة على النبي، شحال من مدينة ودولة كتجمع في الضيافة ديالي. قريت التعليق ديالكم والبارح اللي ما شاء الله ويشرفني انني نستقبلكم ونعنق كل وحده فيكم بما فيكم. فرنسا واسبانيا واستراليا وكندا والكويت والامارات والمانيا وحتى ليبيا وايطاليا وتركيا والسعوديه وامريكا وفنلندا. اما بالنسبه لمدن المغرب، بارك الله سيدي سليمان سطات مراكش ازر والصويره وزادات اكادير الدار البيضاء الرباط بني ملال الخميسه تطوان اسفي وحتى قرسيف وجده وطنجه وفاس والحاج بالحبيبه وناظور مكناس وقلعه الصراغنه والرشيديه والدخله. شحال قدي، تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا والله يخطيكم عليا. كيف ما نتوما منسين بيا راه حتى انا منسى بكم وبالتعاليق ديالكم. ايوا اختي قبل ما نبدا في الحكايه ما تبخليش عليا وعفطي لتحت على داك زر الاعجاب اللي ما تيكلفك حتى شي مجهود، وخليني نقول لكم يلا لنبدا. انا مونيا حليت عيني وسط والدين اللي هما ميسورين وكل واحد فين كان خدام مع الدوله. عندي زوج ديال الخوت من غيري انا عايشين بخير وما خاصنا حتى شي خير. في الفتره نتاع الطفوله ديالي كان الاب ديالنا بعيد علينا بحكم الخدمه ديالو اللي كان من خلالها كينتقل، يعني هذاك الحنان وديك الرجوله اللي كنت انا محتاجاهم كاي بنت من طرف باها كانت عندي مفقوده. اما الام ديالي بحكم الضغوطات ديالها او لا الضغوطات ديال الخدمه ديالها والمسؤوليه ديالنا حنا ولادها بثلاثه كانت كتعصب، ولكن من جانب واحد اخر الام ديالنا هي واحد الانسانه اللي متدينه بواحد الطريقه اللي هي كبيره، كبرتنا على انه فنيته وحده اذا بقات عندنا وما رجعناهاش لمولاها غادي نتحاسبوا عليها. كبرتنا وربتنا مسكينه على هذا المنهج، وحنا تنكبروا كنشوفوا غير الام، اما الاب ما كاينش، تنشوفوه كل 15 يوم بسبب العمل ديالو، وحتى لما كان تيجي كان كيخرج كيتعاطى الخمر والكارو بانواعه وكيجي حتى لاشمن وقت بالليل. كانت ديما ما كتناقش معاه على الحاله اللي تيدخل بها للدار واللي كنا كنشوفوه بها، ولكن هو والو ما مسوقش. ورغم هذا الشيء كان من ديما الحلم ديالي اننا نتجمعوا في دار وحده ويجي بابا ويسكن معنا. في الاعدادي غادي نتحولوا من المدينه اللي كنا فيها وهنا فين غادي يلتحق علينا الاب ديالي وسكن معنا، ولكن للاسف اللي تمنيته ما صدقش كيف بغيته، حيت هنا عاوتاني وليت كنتمنى وكنقول يا ريت لو كان ما سكنش معنا. كان ديما الضرب ونقير، خصوصا العنف اللفظي اللي تيكون قاتل ومدمر داخليا. غادي نكتشف بلي انه بابا صعيب لدرجه كبيره، وبحكم حتى العمل ديالو اللي كان عنيف كنا كنعانيو من الصرامه ديالو. فاش جا وليت كنحس به بحال شي واحد اللي غريب عاد غادي نتعرف عليه، ما كانش تيعرف يتعامل معانا، كان ديما عنده تخسار ديال الهضره في الدار، واذا كنت غير في الباب نتاع الكوليج واقفه كندوي مع شي دري، خصوصا انه بابا كانت خدمته قريبه ليا، فما كنحس حتى كنلقاه واقف عليا واخا ما كندير والو كيجي كيغوت. ولما تندخل الدار عاد تناكل قتله ديال العصا وانا اصلا ما دايره والو غير واقفه، ومن هنا بديت كنبعد عليه كل شويه. خاب الظن ديالي فيه وليت كنخرج نقلب على داك الحنان اللي ما لقيتوش في الدار ديالنا. تخيلوا اذا كنت كندخل في شي علاقه مع شي دري، اقسم بالله حتى كنت كنعيط ليه بابا. اي لهاد الدرجه اي خليل كنت كنكون معاه كنت كنبغي نحس به بحال الاب ديالي. غادي نتخذل ما مره ما زوج ما ثلاثه ما لا نهايه، ولكن ما فقدتش الامل وبقيت مستمره فانني نقلب على داك الشخص اللي يعود لي الفراغ ديال بابا من الاعدادي حتى للثانوي وانا غير تنقلب. فبقوه الصدمات وقوه العلاقات حيت جاتني مراهقه اللي هي خايبه بزاف على الدراري، لكن الحمد لله ما كنتش مفرطه في قرايتي
شديت الباك ديالي بنقطة اللي كانت مزيانة، غادي نطلع للجامعة وغادي نتفرق مع الخليل ديالي اللي كانت دامت علاقتي معاه أنا وياه واحد عام وأشهر. وهنا فين غادي نتبدل من مونية درويشة ظريفة لواحد الإنسانة اللي أنا غادي نحكي لكم عليها دابا. انا في ديك الوقت بقيت كنقول مع راسي، مع كانت فيا واحد البراءه او واحد الظرافه، بقيت كنقول خاصني نتبدل، لانه هاد الخصال ما عطاوني حتى شي حاجه، خاصني نولي قفزه، واي حاجه ديالي غادي ناخذها بزز من اي واحد وما نبقاش نضرب حساب الناس. كيف مولفه كندير، بديت كنقول هاد الحب او هاد الفقدان او حتى هاد البحث على اللي ما عنديش شنو عطاني؟ والو. انا دابا بغى غير علاقه فيها الفلوس وما عندي ما ندير بالحب ولا حتى بالحنان، وليت مركزة على هاد النقطة. انا فعلا ما محتاجاش بدارنا وخيرنا، ولاني وليت كنشوف العلاقة بطريقة اللي هي مختلفة. تنقول بغيت ندير طوموبيل ويكونوا عندي فلوس ونبقى كنسافر تماما بحال داكشي ديال الانستغرام اللي تأثرت به، فعوض ما بقى مركزة انني نلقى لي سد لي داك الفراغ، انا اللي غادي نعوض راسي ونسد لراسي داك الفراغ بالفلوس اللي غادي نتلاها فيهم. وهنا فين عاد غادي تبدا احداث القصة ديالي. وانا عندي 21 سنه، كانت واحد صاحبتي اللي عندها بنت خالتها كتدخل في علاقه مع اكثر من واحد من اجل الماده، ما كانش صراحه كتطمعهم بشي علاقه ليا خايبه، ولكن كانت كتدخلهم باسم الحب. هي ماشي علمتني ولكن عطاتني النقط الرئيسيه وانا تنخترع، وبقوت ما كديري شي حاجه كتولي كتبدعي فيها. غادي نولي حتى انا كندخل لهذوك لي سيت ديال التعارف، وغادي ندخل عند شي شخص اللي هو صاحب ديك الصوره وكنخدم بطريقتي. لا داعي لتفاصيل اكثر، حيتاش سبحان الله تقدر تكون شي مستمعه ما عندهاش ضمير وتطبق هذا الشيء، ولكني كنت تنهضر معاه بزاف في نهار واحد، وما بقيتش كنتسوق لشي واحد انه يقول لي كنبغيك ولا بغيت ندير معك حياتي. المهم عندي انه يتهلا فيا ماديا وبالاراده ديالو، اقسم بالله اذا وصلت للنفس ديال فرعون اذا كنتو كتعرفوها، وليت كنقول انا ومن بعد الطوفان. ما بقيتش كنشوف حتى شي حاجه، كنشوف غير راسي والماده باسطة. غادي نشري طوموبيل من دوك الفلوس؟ لا لا، ماشي طوموبيل ديال 12 مليون ولا الخيال العلمي، حيت ماشي شي فلوس تيوصلوني، كانت غير طوموبيل ديال 3 مليون ونص، شي حاجه بحال هكاك. شحال من واحد كانت نيتو انه باغي يتزوجني، وكنت كنمشي معاه في الاحلام ديالو، وكنت كنتدخل ليه حتى في الدين باش نثبتو، ولكن اغلبيتهم تيكونوا غير كيتفلاو وكيطمعوني بالفلوس، وما كانوش عارفين بلي حتى انا ما مسوقاش لديك الهضره ديالهم. كاين فيهم صراحه اللي ما تيكونش عنده وتيكون في شي ازمه وتيمشي كيتسلف وكيصيفط ليا. هانت يا اختي والله ما عندي وانا راني مزير، ولكن غادي نتسلف وغادي نصيفط لك. وصلت لواحد الدرجه نتاع الخبط اللي ما يمكنش، ما بقيتش كنحس بالبشر. كاين فيهم اللي قال لي راه الام ديالي الله ماتت، وانا صراحه تنفرح تنقول غادي نستغل ديك الظرف ديال انه محتاج شي سند وهو غادي يتهلا فيا بطريقته واللي كتبقى ماديا. تنبقى تنقول ليه انا كل الام ديالك واختك وكاع داك الجانب اللي خاصك في حياتك، الله يسمح لي على هذا الشيء كله، كنت كنستغل الظروف باش انني نوصل للمصلحه ديالي. وسبحان الله تيقول لك بلي انه فلوس الحرام والله ما كدوم، وكاينه مقوله اللي كتقول لك ان الله يمهل ولا يهمل. وانا ملي كان يقول لي شي حد فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذه كلمه بحد ذاتها خطيره، خصوصا فاش كتكوني ظالمه والله حتى كتخرج في البلاصه. انا كنت نقول هما اصلا تعطوني بخاطرهم وفعلا وما كنبزش عليهم، ولكني كنت نكذب على راسي باش انني نستمر في الخبط ديالي. كنت ناخذ دوك الفلوس اللي كنلبي بهم الحاجيات ديالي، ولكني راه اقسم بالله ما سنفرح بهم. وسط هاد الزوبعه ديال الخبط ما مخلياش قرايتي، قريت واحد التخصص لمده عامين ولكن ما نجحتش فيه، من موراها درت تخصص واحد اخر وما عجبنيش وما كملتش فيه، ومن بعد درت شعبه واحده اخرى اللي نجحت فيها. بابا ما تيسولنيش اصلا شنو تزاد عليا جديد ومنين جاوني دوك الفلوس، اولا حتى منين جاتني ديك الحاجه الجديده، ولو نيت عرف منين جبتهم ما غادي يدير والو، حيت هو في اصله بخيل والريال ما تيطلقاش من يديه. ولاني ماما ما كانت كتفلت عليها لا صغيره ولا كبيره، كانت كتسولني وكنت كنسبيها في واحد جدي اللي عندنا ميسور اللي هو الاب ديال بابا، وكان قطع علاقته معاه لاسباب ما بيناتهم. غادي نقول لهم بلي انه هو اللي شرا لي الطوموبيل، حيت كنت عارفه بلي انهم ما غاديش يسولوه حيت ما عندهم علاقه به. المهم الفلوس اللي قبضت في يدي يا اما تنجلس بوحدي من بعدها ونلقى راسي مقلقه بدون سبب، اولا دوك الفلوس في نهارهم كيساليو ليا، اولا اذا خديت بهم شي حاجه كتخسر ليا في البلاصه. غير مثلا فاش شريت ديك الطوموبيل الاولى بديك 3 ديال المليون نصبوا عليا فيها، بمعنى باعوا ليا الطوموبيل اللي خاسره
وكيف تنقولوا مصاحبه مع الميكانيسيان. فاش بدلتها وخديت الطوموبيل الثانيه حتى هي عاوتاني نفس القصه. وبما اني ما كنتش تنعرف في الطوموبيلات فكنت كندي معايا واحد الدري اللي كنت تنقول انه بحال خويا وتيقى فيه. ساعه طلع حتى هو تينصب عليا. في الاول صراحه كتكوني فرحانه شديتي دوك الفلوس في يديك وفراسكم بلي انه ربي تيذوقكم ديك الفرحه وكيخليكم فرحانين وكاع كيطمعكم كثر ويزيدكم، وانتيا كتبقاي غاديه غارقه وكتغاي. لكن كتجي واحد الوقيته اللي ربي كيحبسك فيها وهادشي هو اللي غادي يوقع ليا. من رحله انني كنقلب على شي واحد تيبغيني ويهتم بيا ويعودني على الحنان ديال الاب ديالي، لرحله انه الرجال وليت كنشوف فيهم غير الفلوس وصاف. اي واحد تندوي معاه تنقول ما غاديش نضيع وقتي ولا نضيع حتى شي مكالمه على قبل الخاوي. اذا كنت غادي ندوي باش يتهلا فيا بالماده والهدايا هو هذاك، اذا لا ما عندي ما ندير به. حتى غادي تربى عندي واحد الحقد على الرجال اللي كان كبير وبسبب الحرمان العاطفي ديال بابا. فاش كنت كندخل في علاقات عديده مع دوك الناس ماشي كنت كنصيفط لهم الصور ديالي مخله للحياه، كنت غير تنجمع معاهم وصاف. شحال من واحد فيهم طلب مني انني ندوز ليه الوليد ديالي انا ويدوي معاه، وكنت تنتراوغ حيتاش خويت دماغي من الزواج وما باغاش المعقول. المهم غادي تدوم هاد القضيه من 21 ل 25 سنه. فاش وليت كنشوف صحاباتي ديك الساعه كيتزوجوا قلت مونيا خاصك تحبسي هادشي. وليت كنقول اجي نثبت واحد شويه نقص من هادشي ونشوف ليا شي حد اللي نتزوج به ونجمع راسي. وهنا كيف ما كنت كندير ربي غادي ينتقم مني ودار ليا نفس الحاجه، نفس الدخله اللي كنت كندخل دوك الناس فاش كنت كنتعرف عليهم، فاش تنعرفهم بلي انهم باغيين الزواج ومن بعد تناخذ لهم الفلوس وكيحسوا بالشمته وكيبقاو عليا بالدعوات. وهنا جا الوقت فاش انه ربي غادي يخلصني. ملي انا غادي نبدا كنقلب على شي واحد ناوي المعقول من غير هادوك اللي عرفت، غادي نطيح في واحد الشخص اللي غادي يدخلني نفس الدخله حتى هو كيبان ولد الناس وباغي المعقول، وانا تعميت انا داك لانه شحال ما دخلت في شي علاقه وصحاباتي تزوجوا وبديت تنقول بلي انا وصافي حتى انا جا الوقت. فسبحان الله نفس الحاجه غادي يدخلني بنفس الطريقه وغادي يثبتني. اول مره عرفته غادي نتلاقى به في واحد السيد، وما نكذبش عليكم كان عندي واحد الاحساس اللي سابقني بلي انا وهاد خونا مرتاحيتش ليه وبلي وجهه شراني. واخا زوين ومن باب الاشاره عدوا تيقوا داك الحدس ديالكم حيت شي يكون صادق. المهم واخا مرتاحيتش ليه وهو بدا يصر انه نتلاقى به، وقلت ماشي مشكل نخليه كصديق ليا وصف، ولاني ما غادي تكون حتى شي حاجه ما بيناتنا. اول لقاء ديالنا والو ما قدرتش نرتاح ليه، وانا قلت هاد خينا ما يصلح لا صديق ولا حب ولا حتى للزواج، وليت باغا غير نوض فحالي ونمشي. من موراها بقى منبرزتني بالمكالمات ويلا عرفني غير واحد النهار فبلوكيتو جا لدارنا وما عرفش كيفاش دار طلع ليا السطح. وانا قلت صافي بما انه هاد خينا دار هادشي كامل اذا راه هو باغيني. ولمدة 3 شهور كيتلاقى بيا كل نهار والهدايا والتعيط بالليل وبالنهار وغير غادي، حتى غادي يوصل المبتغى ديالو في الشهر الثالث اللي هو الاخير وغادي يقلب عليا، غادي يدي ليا الشرف ديالي تماما كيف كنت تندير الاخرين. تنوصل المبتغى ديالي وتنقلب عليهم، وهنا بقات فيه واحد الشمته اللي هي خايبه. المهم بديت كنعيط ليه ما تيجاوبنيش، والا جاوب غير باش انه يصدرني انا ما مساليش، ومن مورها كيقطع عليا جرجرني ديال بصح. وللعلم واخا انا كنت في علاقه مع الدري فما حبستش نهائيا انني نتعرف على ناس وحد اخرين، واستمريت في داكشي اللي كنت كندير. وبما انه كانوا تيوصلوني فلوس كل مره غادي تبلوكا سميتي من واحد لاجونس اللي كيوصلوني فيها دوك الفلوس. داك اللي خدام تما قال لي الحمد لله انها تبلوكات لك حيتاش كاينه اللي جاتها بحال شي ضريبه وكيحققوا معاها منين كتجيك ديك الفلوس، وقال لي حبسي وحذرني، ومع ذلك ما حبسش. بقيت كنخدم بسميه نتاع واحد صاحبتي، وهاد صاحبتي غادي تقترح عليا اجي نديك عند واحد الشوافه تقدي الامور ما بينكم ما بين فلان باش يولي طايح فيك ويجي يدق عليكم باب داركم. وانا اكيد حيت عقلي طاير بلا ما غادي نتردد كان تيبان ليا غير هو، خصوصا انه خدا مني اغلى حاجه فما يمكنش انا نخليه يمشي بهذه السهوله ونبقى انا مشوهه من موراه. غادي نمشي معاه عند واحد الفقيه اللي كان راجل، مشينا عنده والعالم يدخلت ليه عمرني ما شفت بحاله، جاتني الخلعه والرعده. داكشي كنت كنشوفه صراحه غير في الافلام ولا في ديك شوف تي في ولا 45 دقيقه. دخلنا عنده وريحه البول اعزكم والله كتعطعط والوسخ راه ما يمكنش. دخلت وانا مخلوعه قلت ليه شوف سي الفقيه راني بغيت فلان يجي راك عندي ويطلب السماحه، بغيت عقلو يخرج لي من بلاصته. غادي قاد لي شي كموسه وقال لي غادي تقليها في الزيت ومن بعد غادي تحرقيها، واه باش ما ننساش النتيجه كتبان من النهار الثالث.
قاد ليا شي حجابات اللي قال ليا غادي ديريهم لمده 8 ايام. مشيت ودرت النهار الاول، وانا باش نقدر نخدم ديك الخدمه اللي عطاني فما كنتش كندخل معايا داكشي للدار، حتى ما كيكونوش دارنا، كنت كنخليهم غير في الطوموبيل. وانا كنكون خارجه مع شي صاحبتي، اقسم بالله الا كتقول ليا شنو هاد الريحه خانزه عندك هنا، وانا كنت عارفه مناش الداخل ديالي، اقسم بالله ما بقيت مرتاحه، وليت غدا في الصنقه وغير كنترعد فيا السخفه وباغا غير نغوت، وكنحس براسي بلي انني غادي نطيح في اي وقيته. غادي نخدم داكشي اللي عطاني الفقيه 2 و 3 وغادي نحبس، حيتاش الاربع والسبت قال لي بلي انا والمحبه ما كتخدمش في ديك الوقت. حبست وقلت حتى الخميس ونكمل. ملي نعس والله ما قدرت انني نعس اصلا، تنحلم شي احلام اللي كلهم رعب. جاتني الخلعه وبقيت طلقه القران، واصلا منين كتخرجي من عنده راسك تيبقى تيضرك، واحد الحاله ما كاين ما نعاود لكم فيها. غير هي الخيبه في هذا الشيء اللي الناس بزاف هما كيسحب ليهم، واش الا مشاو مثلا عند مثلا شواف ولا سحار ولا هكا وقادوا داك الشيء، من موراها كتقول راه صافي انا مثلا غتقاد ليا المحبه وغادي نحبس. راه ملي تتقاد لك الغرض راه كتمشي خاصك تذبحي بنادم ما خبروش هذا. تذبحي في الاول انت شنو كتقولي مثلا، انت شنو قاده عليه؟ يقول لك الا تقاد لك الغرض شنو بغيتي تذبحي، واش دجاجة ولا خروف، المهم هي على حساب سميتو، ولكن من موراها كيبقى غادي كيتزاد داكشي. تقدري لك الغرض وهذا كتمشي كتذبحي، ملي كتذبحي صافي قفرتيها كتولي منهم. انا قلت لك انا من موراها معاك انت يلا بديت الخدمه المره الاولى. في الليل قلت لك حلمت بمعزه كحله خارجه من الطواليت، اقسم لك بالله العلي العظيم، والا كذبت عليك في هذا الحلم بغيت ربي يهزني قسما بالله. انا اذا خرج من الطواليت ودري صغير كيبكي في الطواليت، عرفتي، وجاتني واحد الخلعه. وملي كنت عيطت على داك الفقيه سولته قال لي راه، قال لي اذا راه خاصك تذبحي وما خاصنيش واقيلا نذبح دجاجه بما انني حلمت بديك النعجه، دونك راه خاصني نذبح معزه ولا نعجه ولا اش كيقولها. فهمت انا داكشي اللي عاوتاني خلاني انني نحبس. وفي وسط الحلمه كانت ماما كتجرني بحال هكا وتتبكي، ما عرفش علاش حطت راسي في هذا الشيء. بقيت نقول مالنا على هذا الشيء كامل، اش داني لهذا الشيء؟ شديت راسي ومشيت لعند ماما وعاودت لها كل شيء من الاول للاخر واستسلمت. تصدمات مسكينه وبقات كتبكي، قالت لي ما توقعتش منك انك توصلي لهذه الدرجه، حيت مسكينه عارفاني، عارفه التربيه ديالها وما كانتش متوقعه هذا الشيء، وعارفه بلي انني انسانه بريئه وما يمكنش نوصل لهذا الشيء. قالت لي داك الشيء اللي مازال عندك يا بنتي جيبيه لي نفسخوه، غادي تقرا آية الكرسي في واحد الكاس ديال الماء وحطات فيهم اوراق السدر وكبينا داك الشيء في واحد المحبق. قالت لي راه منين كتمشي لذاك العالم ربما كيجيك شي مس. عاوتاني اللي ما عارفش انه ملي كتبداي كيشد فيك انت الاولى. انا وليت كل اللي كنترعد غير مع الصباح، ما عارفه مالي كيشد فيك انت الاولى، عاد كيشد فيه هو، يعني راه انت كضر. علاش الله قال لك لا يفلح الساحر حيث اتى؟ فغادي دير واحد التحدي مع راسك انك تصلي الفجر وتبقاي تقراي سوره البقره. فعلا داكشي اللي درت، الحمد لله انه فاق ليا الضمير، وبقيت كنقول شنو هادشي وصلت ليه واش هاد الحاله. انا ما كنتش اصلا بحال هكا، وصلت لواحد الدرجه اللي تنقول فيها ما تليت باغا والو، ما تليش باغا حتى شي راجل في حياتي من غير راحه البال اللي فقدتها. ولا فيا التوتر وكنحس بالكآبه وشعري كله تيطيح والماكله ما بقيتش ناكلها، وليت كنقول الله يسمح ليا علاش يا ربي منين كنت مزيانه وبريئه في ديك الطريق ما خرجتني في والو، وملي دابا وليت ما مزياناش حتى هاد الطريق ما خرجتني في والو. ما عرفتش بالضبط اين الطريق غادي نشد. كنت من قبل ظريفه والناس كتآديني، داكشي باش وليت انا كنآدي. دخلت في واحد الدوامه من التساؤلات اللي كانت مصحوبه مع الكآبه. ما بديت مع واحد البسيكولوج غير باش نسوء بداكشي اللي درت بهاد السحور وهادشي، هذا انا كنت كنشوفه غير في الافلام فهمتي، ولكن ملي تحطيت انا امر الواقع وشفت هكا بصرا جاني بحال واحد الشوك سمو الفاج، حيت ما عمرني انا اصلا كنقول، حيت انا ماشي شي وحده زعما اللي خايبه ولا هكا، ولكن ما عمرني كنت كنقول انني انا غنوصل لهاد الدرجه هادي فهمتي. ولكن الحمد لله، الحمد لله لانه على الاقل فقت وما مشيتش في ديك الطريق، لانه اذا دخلتي لهذاك العالم صعيب انك تخرجي منه، واخا تبغي ما يمكنش كتلقاي راسك انه اللي عطى الله عطاك. داك السحر المحروق كون استمريت فيه ما يمكنش نرجع للور، لانه اذا تحرق كيتاذى فيه داك الشخص الاخر. الحمد لله انني درت فيه غير يومين وفسخته هو والاخرين، اقسم بالله ليومنا هذا ما كنعرفش انني نعس من غير بواحد الدواء والقران، حيت ولات كتجيني الخلعه بقوه داكشي اللي شفت عند داك الفقيه فاش دخلت عنده، وديك الاحلام اللي كنت كندير وانا تنخدم داكشي، ولا نعاسي مقطع وكنبدا كنقول مع راسي عندك داك الفقيه يمشي يدير ليا شي حاجه باش انه تجيني ديك الرغبه انني نعاود نرجع لعنده،
درت صلاه التوبه لكن بقات فيا الشمته كتطلع وكتنزل فيا. الشمته تاع كيفاش مشى ليا شرفي، ما قداش نستوعب انه وقع ليا هادشي، واخا راني مامنه انه هادشي بسبب الذنوب ديال الناس. وانا الحمد لله اليوم راضيه بالقضاء والقدر. انا بغيت منكم فقط انكم تدعوا معايا ان الله يخفف عليا، حيت خايفه لله ما يسمحش ليا لانني دخلت في طريق الشر. ونصيحتي للبنات هي كالتالي، انا كنصح البنات وتنقول لهم كيقول لك بلي الله يهمني ولا يهمني، يعني في الاولى تفرحي بدوك الفلوس الله غادي يخليك غادي فداك الطغيان ديالك وكيشوفك شنو كديري، ولكن من موراها غادي تجيك واحد الطيحه اللي غادي تقصحك، وكما تدين وتدان غتجيك واحد الطيحه غادي تقصحك. وكيما درتي للاخرين داك الشعور اللي هما مثلا كتكون مثلا النيه ديالهم انهم بصح يعاونوك وكيعطيوك وانتيا ما كتسوقيش مثلا ليهم، وهذا وهما مثلا كتبقى فيهم مثلا ديك الشمته ديال انا هذيك البنت عاونتها كانت محتاجه وانا نعاونها وما درت لها حتى شي حاجه خايبه علاش هي دارت ليا بحال هكا، كتبقى ديك الشمته وكيبقاو مثلا هما حتى هما كيطرحوا دوك التساؤلات مع راسهم، حيت كيفاش انا صيفط لها الفلوس ما بين ليله وضحاها ما بقاش باغي نصيفط لها نات بلوكاتني اولا صيفط لها ولا غد لي لقيتها مبلوكياني، يعني كتبقى فيهم ديك الشمته نفس الحال نفس داك الشعور اللي هما كيحسوا به كتحسي بيه حتى نتيا وممكن اكثر. انا سبحان الله العظيم كما درت كنت كندير دوك الحيل ديالي باش ناخذ اللي بغيت، جا واحد دار لي دوك الحيل ديالو وخذ اللي بغى. ملي كنت صغيره وانا حاضيه راسي باش انني ما نطيحش في هذا المشكل وطحت فيه دابا طحت فيه وانا كبيره، ودابا قسما بالله الا انا والله ما بقيت باغا حتى حاجه، وليت باغا راحت البال، وليت باغا انا غير نكون جالسه ومرتاحه غير راحت البال نكون انا مرتاحه، اقسم بالله ما كاين ما احسن من راحت البال، ما بقيت باغا لا فلوس لا والو. وهذيك بلي عندي ان شاء الله انا دايره في بالي بانني غادي نبيعها، وديك الساعه اما نعطي الفلوس لشي حد محتاج خيريات هكا. المهم انا خديت يعني قرار بلي اي حاجه ديال الحرام ما تبقاش عندي، ولو تكون غير شي حاجه صغيره تكون ديال الحرام وهذا ما تبقاش عندي، الله يجعلني نبقى زيرو درهم. ما بقيت باغا حتى حاجه وليت باغا كما قلت لك غير راحت البال، يعني كتوصل لواحد الوقيته كتولي كتقول يا ربي انا باغا غير راحت البال. هذوك اللي كنت دوك لي كونتاكت واخا انا ما قدرتش نوصل لبزاف ديال الناس، دوك لي كونتاكت اللي كنت مبلوكياهم هذا كاين اللي دخلت عنده طلبت منه السماحه، كاين اللي مثلا ما من شحال هذه حيت انا قلت لك من 21 عام من شحال هذه ما بدلت التليفون بدلت النمره فما كتبقاش عندي النمره ديالو، ما عنديش كيفاش ندير نطلب منهم السماح. كاين اللي كيقول لك بان الذنب ما بينك وما بين الانسان كيكون صعيب، يعني الانسان هو اللي خاصو يسمح لك، الا درتي الذنب ما بينك وما بين الله كيسمح لك، ولكن الذنب ما بينك وبين انسان اديتيه ظلمتيه هو اللي خاصك تطلب منه السماح. فانا سولت قالوا لي خاصك غير تبقاي تصلي وتستغفري. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه منيا يا ساده الكرام. قبل كل شيء بغيت نقول لمنيا بالعكس طريق ديال النيه والظرافه كانت غادي تخرجك في حسن من هذا الشيء ديال اليوم، غير انت فقط استعجلتي على الامر ديالك وعلى مستقبلك ومشيتي مع شنو وسوسات لك نفسك وحتى الشيطان واستسلمتي. اما بالنسبه للكآبه اللي كتعيشي فيها اليوم، انا كنامن بواحد الحاجه بيني وبين راسي وفي قراره نفسي، انه الكآبه ما كتاذيش المؤمنين من عباد الله او بالاحرى ما كتوصلهمش، لانه مناش كتجي الكآبة لما أنك ما كتشعريش بالنعم ديال مولانا اللي دايره بيك، وأنك ما كتقدريش أي حاجة أنت عايشة وسط منها بسيطة ولا غالية، وأنك تقارني راسك مع الناس، وأنك ما كتشوفيش مولانا في الخطوات اللي كديري في حياتك وما حطاش ربي هنا، وبزاف ديال النقاط اللي ما فيهمش مولانا. الكآبة هي فقط لغير المسلمين والمؤمنين، أما احنا اللي مسلمين وحنا اللي مآمنين كآبة ما عندها ما تدير في حياتنا. انا غادي نقول لك النصيحه ديالي ليك الخاصه كصديقه واخت، استمري في الاستغفار ديالك، استمري في الصدقات، وانك تقراي القران، ونسي الشمته ونسي الماضي لانه اللي عطى الله عطاه، ما تحاوليش انك تجلدي راسك على الماضي، انت محظوظه الحمد لله لانه دغيا فقتي وما تماديتيش في عالم الشرك. ما تبكيش، ما تكتئبيش، ما عندك ما ديري لا بطبيب نفساني ولا حتى شي حاجه، لانه الحاله ديالك لا تحتاج لهاد الامور، انت فقط محتاجه لربي وتصالحي علاقتك مع ربي، انت محتاجة أنك تقربي منه، وأنا متأكدة باللي أنا من بعد غادي تكوني بخير وعلى خير. هذه كانت حكايتنا الليلة، كنتمنى أنه تكون نالت إعجابكم واستفدتم منها. خليوا تعليق جميلة لمنيا، ما تنسوش أنكم ضغطوا على زر الإعجاب لتحت لما تكلفكم تشي مجهود، ونقول لكم نضرب لكم موعد الله أعلم غدا ولا بعد غدا، المهم ثم فعلوا الجرس وسلام.